هنالك كتاب لفيلسوف كندي وأستاذ في كلية الفلسفة لا يزال في كندا، اسمه نظام التفاهة، المؤلف آلان دونو. حقيقة أنا أوصي بقراءة هذا الكتاب، وهو كتاب يبين حقيقة خطيرة جدا في عصرنا هذا. هو سماه بأنه عصر التفاهة، عصر الرويبضات كما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عصر الرويبضة. ذكر أن التافهين يتحكمون بمفاصل العالم الرئيسية، السياسة، الاقتصاد، وحتى الأمن والأمور، المشاريع المالية جميعا يتسيدها التافهون، مما يدل على أن العالم يسير نحو الهاوية، نسأل الله تعالى السلامة. الآن نجد الأنظمة السياسية هي التي تشجع التافهين وتحجم المفكرين والمثقفين والعلماء. لماذا؟ العالم والمثقف عندما يرى سوءا في إدارة الحكام فإنه يسعى إلى التغيير، وإنه يسعى وينشر أفكاره ويبين بأن هذا الحاكم قد يكون خطرا على بلده. فإذا قال هذا العالم بأن هذا الحاكم فاشل سياسيا بحكم تخصص العالم بالعلوم السياسية، أو رأى عالم من علماء الاقتصاد والأمور المالية بأن هذا الحاكم لا يحسن إدارة الدولة، فإن هذا الحاكم يشعر بأن أولئك يشكلون خطرا على كرسيه، على حكمه، لذلك حيدهم. كثير من الحكام اليوم يرفعون من شأن أصحاب التفاهة وأصحاب المحتويات الهابطة في مقاطعهم ومواقعهم في مواقع التواصل، ويحيدون ويحجمون العلماء. لماذا؟ لسببين. الأول أن هؤلاء لا يشكلون خطرا على الحاكم، لا يشكلون خطرا على الحاكم، إنما العلماء هم الذين يشكلون خطرا على هذه الكراسي السياسية. والأمر الثاني أن الناس ستقتدي بأولئك التافهين لتنتشر أجيال من التفاهة، تنشغل بتفاهاتها وتترك الحاكم يعبث بأمن الدول، يعبث بأموالها، يسرق من خيراتها ليفعل ما يشاء. فالتفاهة صارت اليوم تجد سوقا رائجة وتجد دعما كبيرا من قبل السياسة، وليس السياسة فقط على مستوى الحكام، إنما على مستوى المجتمع الدولي، لأن بقاء أولئك الحكام الذين هم دمى في بعض الدول بقاؤهم يضمن بقاء من هم أعلى منهم، وهكذا سلسلة حتى يكتمل الأمر إلى من يتسيدون المجتمع الدولي. إذن من هنا يظهر بأن صناعة التفاهة هي خطر على نظام، على نظام العدالة، على النظام الصحيح في الحكم والسياسة، وليس في الأمور الاجتماعية أو الأمور الفنية والتقنية كما يظن بعض الناس. علينا أن نحصن بيوتنا وأن لا نجعل من أبنائنا جمهورا لنشر هذه التفاهات، خشية أن ينخرطوا في هذا السلك، لننشئ من أبنائنا جيلا من التافهين، ونسأل الله السلامة.